عليك بالروافض. اللهم جمد الدماء في عروقهم. نظرا لازدياد ترابط العالم وتحول طبيعة نسيج المجتمعات إلى التعددية، فقد شهدت مختلف أنحاء العالم في السنوات الأخيرة عدة أحداث أثارت الاهتمام مجددا بمسألة التحريض على الكراهية، غير أنه ينبغي التشديد على أن الكثير من النزاعات التي حدثت خلال العقود الماضية قد تضمنت وبدرجة متفاوتة عنصر التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية. راضي وبغيت أختي كي يسميو هذا في الدين؟ كي يسميو الديوث؟ والديوث واش ممكن في الشرع؟ اقتلوا من لا غير تاله. وبهدف إجراء تقييم شامل لتطبيق التشريعات والسوابق القضائية والسياسات العامة فيما يتعلق بالدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف على المستويين الوطني والإقليمي، نظمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سنة 2011 سلسلة من حلقات عمل خبراء في مختلف مناطق العالم حول التحريض على الكراهية في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان. نتج عن ورشات عمل الخبراء سنة 2011 ثروة من المعلومات، بالإضافة إلى العديد من المقترحات العملية لتحسين تطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية بهذا الشأن. ولتقييم النتائج الغنية لسلسلة الورشات، عقدت مفوضية حقوق الإنسان سنة 2012 ورشة عمل بمدينة الرباط، وذلك للتوصل إلى تحليل مقارن لنتائج حلقات العمل الأربع وتحديد الإجراءات الممكنة على كافة الصعد ودراسة أفضل السبل والوسائل لتبادل الخبرات. ضمت ورشة عمل الرباط ميسري الورشات الإقليمية السابقة والخبراء الذين شاركوا فيها، بالإضافة إلى المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص بمسألة العنصرية والتمييز العنصري وعضو من لجنة القضاء على التمييز، وكذا ممثلة لمنظمة المادة 19، حيث تم إصدار وثيقة ختامية أطلق عليها اسم خطة عمل الرباط، وتضم هذه الوثيقة النتائج والتوصيات التي وافق عليها الخبراء، وكان أبرز توصياتها التوصية رقم 56، مفادها أنه على المنظمات الغير حكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى سائر تجمعات المجتمع المدني الأخرى إنشاء ودعم الآليات والحوارات التي تعزز التعلم والتفاهم بين الثقافات وبين الأديان. عقد المكتب الإقليمي للمفوضة السامي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نوفمبر 2013 ندوة إقليمية حول خيارات تعزيز حرية التعبير ومنع جريمة التحريض على الكراهية في عمان العاصمة الأردنية. استهدفت هذه الندوة كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمهنيين العاملين في وسائل الإعلام بهدف رفع الوعي بأهمية وقيمة خطة عمل الرباط. وفي ختام الندوة اعتمد المشاركون إعلان عمان، والذي أقر الاتفاق على العمل معا من أجل إقامة تحالف المجتمع المدني لمكافحة خطاب الكراهية بهدف التصدي جماعيا للتحريض عليها على نطاق واسع من قبل العديد من الجهات الفاعلة في مختلف مجالات المنطقة. رافق فكرة تأسيس الائتلاف المدني لمكافحة خطاب الكراهية بعد إعلان عمان حراك اجتماعي في المنطقة كما في العالم بأسره، حيث خرجت مجموعة من الجمعيات المنظمات والشبكات منددة لكل فعل نتج عن خطاب عنصري، فسمعنا هنا وهناك تضامنا مع ضحايا خطابات الكراهية في كل بقاع المعمور. شارلي إبدو تلامذة كينيا مسلمي فرنسا وشيعة مصر والعديد من القضايا التي ما فتئت أن تكون قضايا رائعة. في دجنبر 2013
نظم مكتب تونس مؤتمرا تحت مسمى اليوم الوطني للتفكير في سبل تنفيذ خطة عمل الرباط. سعى هذا الحدث لتحديد ودعم وتشجيع مختلف المبادرات الوطنية المتماشية مع خطة عمل الرباط، واتفق المشاركون في المؤتمر على أهمية موائمة التشريعات الوطنية مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان وضمان الوقاية والحاجة إلى منع المنظمات أو الأنشطة الدعائية التي تحرض على الكراهية. وكمتابعة للقاءين السابقين في عمان وتونس، عقد مكتب المفوض السامي ومنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلم اليونسكو ورشة عمل حول حماية التسامح والتعددية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. استهدفت الورشة ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام في المنطقة مع عدد من ممثلي الطوائف الدينية، وارتكزت على الطرق والأدوار الريادية التي يمكن أن يلعبها المجتمع المدني في تطوير استجابة استراتيجية ومنهجية لمواجهة التحريض على الكراهية، كما سعت إلى استعراض التقدم المحرز وتشجيع تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الأحداث السابقة، وأدت إلى مزيد من التفكير في التدابير العملية التي يجب اتخاذها لخلق والحفاظ على بيئة مواتية للمجتمع المدني كمحفز للتعددية والحوار. وتم خلال هذه الورشة إنشاء لجنة 16، وهي لجنة تتكون من 16 ممثل عن كل دولة مشاركة في اللقاءات السابقة، ولجنة متابعة من 6 أشخاص بهدف التنسيق والتحضير للقاء نوفمبر 2014. للتأكيد على أهمية تبني خطوات عملية من قبل المجتمع المدني بعيدا عن الإطار القانوني بلا شك، خطة عمل الرباط أعلنت مجموعة من المنظمات غير الحكومية والشخصيات الحقوقية المستقلة أثناء مشاركتها في منتدى موضوعاتي ضمن فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في مراكش في الفترة ما بين 27 و30 نوفمبر 2014 عن تشكيل لجنة تحضيرية لتأسيس التحالف المدني لمكافحة تنامي الكراهية. وهذه اللجنة هي لجنة تتألف من 8 أفراد، حيث شدد المتحدث باسم اللجنة التحضيرية الشيخ ميثم السلمان على مبدأ المسؤولية الجماعية لكافة قطاعات المجتمع للحد والسيطرة من تنامي خطابات الكراهية، معتبرا التحالف تفعيلا للفقرة 35 من برنامج خطة عمل الرباط. تنص الفقرة على أهمية تفعيل دور كافة المكونات المجتمعية في برامج ومشاريع مكافحة الكراهية دون الاقتصار على الجوانب القانونية والرسمية فقط. وفي كلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين التي بعثها لمشاركي ومشاركات المنتدى الموضوعاتي، أكد أن قرارهم بإنشاء آلية منظمة في إطار تحالف المجتمع المدني لرصد واستهجان وتصويب خطاب الكراهية يعد مبادرة حميدة وخلاقة وغير مسبوقة في إطار مناهج عمل المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان. تونس 2015، محطة مهمة وأساسية. خطاب الكراهية والتحريض غزا العالم وخصوصا منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. خطاب الكراهية بات أهم أدوات الصراع السياسي، وهذا أمر غير مقبول وينذر بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. لهذا إنشاء ائتلاف مدني لمكافحة الكراهية خطوة واعدة تنتظرنا بتونس 2015.